اكيد بمناسبه عيد الاضحى بدي اقول لكم ينعاد عليكم بالخير والبركه يا رب، وما بقى نسمع غير اخبار كثير حلوه، وان شاء الله يضل ربنا عطينا صحه ضل اقدر اقدم لكم الاشياء اللي انتم متوقعينها مني. ان شاء الله بينعاد عليكم وكل عيد وانتم بالف خير يا رب، على الشعب اللبناني خصوصا وعلى الامه العربيه والاسلاميه بشكل عام. شكرا لكم. بتنعاد عليكم يا رب بالصحه والعافيه ويعم السلام على الدول العربيه كلها ويجمعكم على طول بكل محبينكم يا رب. أضحى مبارك للجميع. دانيالا رحمة. بدي عيد الكل على حلول عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله نلاقي الأمان بكل البلاد العربية، وإن شاء الله هالسنة تختم كل الأحزان وتمحي كل دمعة عين يا رب. بحب عيد الجميع بعيد الأضحى. أهلا وسهلا فيكم بالمنزل الخاص تبعي، وإن شاء الله نكون على قد هالمسؤولية ونقدر نمثل لبنان بطريقة حلوة. وبحب وصل لكل الشباب بالعالم مش بس بلبنان وبالمجتمع العربي انه ما حدا يستسلم، لانه بالنهايه اللي بيشتغل وبيتعب بلاقي. بتمنى لكم اضحى مبارك، ان شاء الله كل سنه وانتم بخير وتعيدوا بالصحه والعافيه ويضل السلام بقلوبكم. اضحى مبارك على الجميع، ان شاء الله يا رب يعم السلام كل الامه العربيه لبل كل العالم، لانه فعلا تعبنا واحترقت قلوبنا على هالأطفال اللي عم بيموتوا، على هالناس اللي صار عندهم مشاكل بحياتهم. إن شاء الله بينعاد على الجميع يا رب.